هنعرف مزيد من التفاصيل وبينضم الينا من بيروت دكتور ريما بيجاني استشاريه علم النفس العلاجيه. اهلا بيك يا دكتور معانا على شاشه القاهره الاخباريه. وبنتكلم النهارده عن الدوبامين، ويمكن بنتكلم عن الدوبامين المسؤول طبعا عن السعاده والموجود في اجسامنا، ولكن المره دي بنتكلم عن مصطلح اطلق عليه صيام الدوبامين. وهنا بأشير لمقاطعه السوشيال ميديا لبعض الوقت، لان هي طبعا بقت يعني ليها تاثيرات، زي ما ليها تاثيرات ايجابيه ايضا ليها تاثيرات سلبيه على بعض الاشخاص. لو نتكلم عن ده في البدايه دكتور. صحيح، اول شيء مرحبا للجميع. وبس يمكن سريعا خلينا هيك، بحب انا اروح شوي على المصطلحات العلميه، نشرح سريعا عن الدوبامين. يعني الدوبامين لانه هي مثل ما قلنا نيورو ترانسميتر، يعني هو بينقل من الذهن لجسمنا امور نحن عايزينها. سو نحن اليوم اول شيء الدوبامين عايزينه لانه هو بيساعدنا على انه نحن نكون عم نقوم ببعض الاعمال اليوميه، وهو اللي بيعطينا الشعور بالرضا. يعني هون اذا نفتح هيك هلالين كمان صغار، نحن اليوم هدفنا بالحياه هو الرضا عن ذاتنا، السعاده، نكون مرتاحين. فننقل اليوم عن الموضوع اللي عم نحكي عنه، نحن اليوم شو يعني الصيام، يعني هو الديتوكس. لانه طبعا كمان الدوبامين قد ايه منيحه بحياتنا، هي موجوده هي والسيروتونين. من ثاني ميله في عندنا الدوبامين اللي بتساعدنا على الادمان، يمكن هيدي النقطه الاساسيه. حتى قبل ما يكون في عندنا سوشيال ميديا، الدوبامين كانت هي اللي بتساعد على ادمان المخدرات او الكحول او الدخان او حتى لعب الورق واكسترا. سو نحن اليوم هي ذاتها هيدي النغام موجوده عندنا براسها ومنعوزه، فيها تنقلنا من ميله لميله. اللي عم نحكي نحن اليوم شو يعني ديتوكس، شو يعني انا الصيام عن الدوبامين. يعني اذا بدي اخذها بمنحى ثاني، ما لازم خلي شيء بحياتي يسبب لي ادمان، بنحطها بهذا الاطار، ان كان السوشيال ميديا او اشياء ثانيه. ليش اليوم نحن عم ندور على السوشيال ميديا؟ يعني انتبهنا انه وقت صار عصر كل شيء سوشيال ميديا وهيدي الصور اللي بنشوفها واكسترا، صار الانسان عم يروح اكثر صوب هيدي الامور، وصار عنده الرضا السريع. وقعت بالانترودكشن اللي قلتوها، يعني اليوم صار الانسان بدل ما يروح على الجهد اليومي اللي هو رح يرجع يعطيه رضا. سو نحن اليوم اذا بدك هيدا الرابط، انه انا اليوم مجهود يومي ان كان بعائلتي او بحياتي او بشغلي بيقدر يعطيني رضا. سو نحن مش عم نروح على المجهود السريع، على سوري على الرضا السريع، مش حتى من خلالنا، من خلال الاشياء اللي عم نشوفها. من هيدا المنطلق ضروري سوشيال ميديا او غيرها يكون في عندنا نحن التوازن بحياتنا، فهيدي الامور يلي موجوده براسها ما تصير مسبب لاضرار وتصير مرتبطه بالانفعالات السلبيه، يعني باد ايموشنز والنيجاتيف ايموشنز، انما تكون عم بتساعدني لابني حياتي. دكتور يعني لو تطلعينا عن مخاطر الصيام عن الدوبامين، وبالرغم يعني ان هو اوريدي عنصر كيميائي موجود في جسمنا. صحيح. قبل ما نحكي عن الصعوبه، سوري عن المخاطر، خلينا نحكي عن الصعوبه، لان احنا وقت نحكي عن ادمان ما معنى ادمان، خلينا هيك نبسطها شوي، هو تعلق غير ارادي ببعض الاشياء يلي افرازات الراس عم بتخليني اكثر مدمن عليها. مش هيك الترابط كثير وسيط وصعب، انه انا اليوم بدي حارب راسي يلي هو عاده بيكون شيء منيح بده يساعدني ذهني، واكثر من ذهني هو عقلي والسيرفو، يعني الراس بدي يكون عم حاربه تقدر انا ارجع سيطر عليه، بدل ما هو يكون مسيطر انا بدي سيطر عليه. فاول شيء في عندنا صعوبه ارجع حطه على السكه. المخاطر مثل حيلا خروج من ادمان الوزدرول نحكي عنها، يعني الانفعالات ايتو وفيها توصلني للكآبه وللقلق، يعني هذه من المخاطر الاساسيه. حتى اذا نحكي نحن عن ادمان بصير في حتى مخاطر جسديه، انفعالات جسديه. شيء النقطه الاساسيه هي استبدال هيدا الادمان، بنسميها بالسبستيتيوت، واذا بدك الانطلاق بنمط حياتي يساعدني. يعني اول فتره هيك سري انا شوي، اول فتره بدنا نكون كثير اذا بدك منقطعين، وهيدا الانقطاع التام هو اللي رح يساعدنا. سو اول فتره رح تكون متعبه وخطره مثل ما قلنا، بس مش خطره بالمعنى الكثير، يعني انه نحن اليوم رح تضايقنا رح تزعجنا، مشان هيك انقطاع تام. فارجع انا عوض هالدوبامين، رح ارسمها بهالطريقه، بدل ما تكون هالقد مسيطر علي ترجع لاطارها الطبيعي، يلي اذا بدنا نحكيها بطريقه علميه، بدل ما تكون عم بتساعدنا على الادمان تصير عم بتساعدنا عن جد تكون مرتاح مع حالي. وسريعا بقول لك انه اهم شغله بالسفراج بدها ديتوكس الصيام عن الدوبامين هي الحركه الجسديه.
لانه الحركه الجسديه ان كان بتساعدني انه انا اخرج خلي هالكل الطاقه السلبيه تظهر وتحرك وتكون منتج، نحن بنعرف قد ايه العلاقه وثيقه بين حركتنا الجسديه وطاقتنا الذهنيه، فمشان هيك هذه فيها تكون تساعدنا كمان تكون اقل خطوره اذا بدك وتعب بهيدي المرحله. يمكن فعلا يا دكتور زي ما حضرتك قلتي فكرة الحركة المشي الرياضة كلها من الحاجات اللي ممكن بتساعد ان هي تطلق فعلا الدوبامين الحقيقي في الجسم، بعيدا عن طبعا الدوبامين المزيف اللي احنا بنحصل عليه من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة او من السوشيال ميديا. هل في يا دكتور برضو نقدر نقول أنشطة ممكن يلجأ اليها بعض الأشخاص لفكرة انه يسيطر على انه حضرتك بتقولي انه ان انا اللي ابدا اسيطر على هذا الشعور، هل في انشطه تانية ممكن الشخص يلجا اليها عشان يسيطر على الشعور المزيف وحصوله على السعاده من وسائل السوشيال ميديا؟ اسمحي لي هون روح الشوي بالعمق، نحن اليوم هدفنا الاساسي بالحياه مثل انت ما بلشنا حلقتنا انه انا يكون عندي الرضا عن ذاتي ويكون عندي هيدي السعاده الدائمه، وللاسف في بعض الاحيان لانه بنكون غير جاهزين او ما عندنا اذا بدك نظره مغلوطه عن هذا الموضوع، خاصه بعصر السوشيال ميديا صاروا بيفرجونا انه السعاده مختلفه جدا. رقم ثلاثة والأهم إنه أنا أعرف حالي شو هو السعادة بالنسبة لي وكيف أكون راضي عن ذاتي، لأنه تختلف بين شخص وآخر. إذا بدك الأزل عم بيصير هلأ إنه عم بيصير عندنا مثل بروتوتيب إنه مثل صورة نمطية لازم الكل يكونوا ماشيين فيها تيكونوا سعداء، هون إذا بدك الانطلاقة. فقبل ما نحكي عن الأكتيفيتيز خلينا نحكي إنه كل إنسان لازم بهالفترة يرجع يعيد النظر بهو قدراته، شو عم بيكون عم يعمل ساعتها. في القراءة تساعد، في الاكتيفيتيز المانيال يعني الرسم البوتري، في الحياة الاجتماعية تساعد، هون في عندنا كثير امور ذهنية وجسدية فيها تكون اللي عم تساعد هذا الشخص انه ينمي قدراته ويرجع ينمي الدوبامين بطريقة طبيعية اذا فينا نحطها بهذا الاطار، بس ضروري يكون عامل هالاكتشاف الذاتي، هون اذا بدك الشغل الاساسي يعرف عن جد شو اللي بيعطيه السعادة تهي الدوبامين تكون عم بتساعده. دكتور ريما بيجاني استشارية علم النفس العلاجية كنت معنا من بيروت، شكرا ليك يا دكتور.